سعدتم مساء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تأتيكم على الهواء مباشرة من برنامج جوابك صح، برنامج فيه الكثير من المعلومات القيمة والشيقة وربما التي تستمعون إليها وتتعرفون عليها لأول مرة، وفي إطار مسابقة ثقافية بامتياز تقدم لكم الجوائز والمعلومات في نفس الوقت. ومثل ما تعرفون اليوم عدنا الكثير من الأسئلة في مختلف الميادين وفي مختلف الحقول، فما عليكم إلا الاتصال على الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة والإجابة على ثلاثة أسئلة. إذن قواعد اللعبة بسيطة، هي الإجابة على ثلاثة أسئلة، السؤال الأول والثاني يجب أن يجيب عليه المتسابق يعني بشكل صحيح، السؤال الثالث سيكون هناك إمكانية لتبديل السؤال إذا كانت يعني إذا كان السؤال صعب، إذا كانت يعني الإجابة غير مؤكدة، شخص إنه ما متأكد من جوابه، فبإمكانه في المرحلة الثالثة تبديل السؤال المقدم، وربما يكون السؤال البديل سؤالا سهلا إن شاء الله ويتعرف على الإجابة، لكن إذا كان الشخص متأكد فلا ضرر من أن يعطينا الجواب. إذا ملاحظات نشدد عليها كما في الأسابيع الماضية، أولا الإجابة ضمن الوقت المحدد للسؤال، يعني كل سؤال في عندنا 30 ثانية، فالجواب يجب أن يكون مقتصر ضمن 30 ثانية فقط، يعني ضمن الوقت المحدد ضمن 30 ثانية، أي جواب يكون بعد 30 ثانية سنضطر إلى عدم احتسابه يعني للشخص أو للمتسابق. أيضا عندما يقول الشخص أو يؤكد أنه على جوابه، مثلا يعطينا أنه جواب نهائي، فيفترض أن يكون هو الجواب النهائي، لكن إذا بدل رأيه يفضل أن يبقى يعني يفكر يأخذ وقت الكافي بضمن 30 ثانية ثم يعطينا الجواب النهائي. إذا قال جواب نهائي يعني نحتسب له الجواب، هذا هو الجواب النهائي. فبعض المتسابقين تابعنا وشاهدنا في الحلقات الماضية بدلوا جوابهم بعدما قالوا جواب نهائي، فإذا كان ضمن الوقت يعني ممكن نتساهل مع الموضوع، لكن إذا كان خارج الوقت أو بعد انتهاء الوقت فللأسف سوف لن نتمكن من تبديل جوابه وسنبقى على جواب النهائي اللي ثبت عليه. على كل حال أتمنى لكم يعني إجابات حلوة، وأتمنى أن تكون الأسئلة حلوة، والأهم المعلومات الجديدة والتي أتمنى تكون مفيدة للجميع. ولا ننسى اليوم معنا $100 gift card مقدمة من تيم هورتن راعي هذا البرنامج، فأتمنى أن تكون الحظوظ يعني جيدة بالنسبة للمتصلين إن شاء الله. نأخذ أول اتصال من شيكاغو، وعقيل على الخط. مساء الخير عقيل. مرحبا عقيل، عفوا ابتعد عن التلفزيون لو سمحت او نصينا صوت التلفزيون. التلفزيون بس اكو خطه، انا مشترك، انا قبل شوي ارسلت ملاحظه. نعم مشترك وياي، في خط مشترك حاليا. تسمع الخط او تسمع خط مشترك ويانا، واحد يحكي عائله من خط مشترك يعني ويانا، في خط مشترك معك. طيب هذه خوش ملاحظه اعطيتنا اياها عقيل، هسه ما عندك، اعتقد انه ماكو عندك اي اصوات صحيح؟ نعم. طيب سمعكم أي تأثير عليك صحيح؟ لا ماكو. ممتاز عقيل، يلا أول شيء نرحب بك في قناة الماس وفي برنامج جوابك صح، وأتمنى أنه تفوز معنا اليوم عقيل إن شاء الله. إن شاء الله. شنو رأيك عقيل مبدئيا بالمسابقة؟ حضرتك تتابع البرنامج منذ فترة صحيح يمكن؟ نعم. شنو رأيك بالبرنامج؟ في عندك أفكار أخرى أو اقتراحات أو يعني أي شيء تحب تضيفه؟ لا إن شاء الله نبلش بالبرنامج إن شاء الله، مجال للناس اللي ورانا. يلا إن شاء الله، أكيد إحنا يهمنا أراءكم، فخذ وقتك إذا حبيت أو لأي اقتراحات، إحنا دائما يهمنا نستمع إليها حتى يكون أكو إمكانية لتطوير البرنامج وفق هذه الآراء. يلا عقيل، نتمنى برنامج حلو محترم. الله يخليك، شكرا لك، نتمنى لك الحظ السعيد يا عقيل، ونبدأ معك المسابقة بسؤال يقول: كلمة شهرزاد أصلها فارسي فماذا تعني؟ بنت البلد ولا بنت البيت ولا بنت النهر؟ بدأ الوقت معك بـ30 ثانية عقيل. كلمة شهرزاد أصلها فارسي معنى بنت النهر بنت البيت. أربعة عشر ثانية عقيل.
سبع ثواني عقيل اعطيني جواب. راح اقول بنت البيت. بنت البيت جواب نهائي. بنت البلد. البلد العفو. خلاص الوقت عقيل. البلد هذا غير البلد. انت اكيد سمعت الملاحظات اللي اعطيناها بالبدايه انه لازم يكون الجواب ضمن 30 ثانيه وخلص الوقت واعطيتني انت شنو بنت البلد. بعد ما اعطيتني اسف انا قلت لك على البلد يعني. عقيل احنا نعتذر من عندك حقيقه اعطيتنا جواب بعد انتهاء الوقت. احنا شويه نحاول نكون ضمن القواعد يعني قواعد اللعبه فللاسف ما راح تحتسب او يحتسب جوابك فاتمنى انه تعاود اتصال ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. بس كانت بعد 3 ثواني وهشيت وياك كان. نعم ما خالص يعني. لا خلص الوقت واعطيتني الجواب. خلص 3 ثواني يعني. خلص الوقت عقيل واعطيتني جواب. للاسف قواعد اللعبه لازم شويه نلتزم بها. احب انه اشكرك وان شاء الله يا رب الاسبوع الجاي تتصل ويكون عندك الحظ السعيد. شكرا جزيلا على مشاركتك عقيل. اذا كان الجواب الصحيح هو مثل ما قال عقيل بنت البلد وللاسف كان هو اعطاني بنت البيت قبل يعني انتهاء الوقت ومن ثم مع انتهاء الوقت خلص الوقت واعطانا بنت البلد لذلك للاسف لن يتم احتساب جواب عقيل. نعتذر من هذا الشيء لكن قواعد اللعبه يجب ان نلتزم بها ونتواصل فيها ويجب ان تكون ماشيه لانه مشت على كثير متسابقين فيجب ان نستمر فيها. على كل حال عقيل نتمنى لك الحظ السعيد الاسبوع الجاي واسفين على يعني اعطيتنا جواب متاخر شويه بعض الشيء. الاسبوع الجاي اكثر تركيز واكثر سرعه ان شاء الله. اذا ناخذ اتصال من ثريا من نيويورك. ثريا مساء الخير. مساء النور. كيفك ثريا؟ الحمد لله وانت؟ يا اهلا وسهلا ثريا اسم حلو. شكرا. يلا يا ثريا ان شاء الله يكون حظك يلمع مثل ثريا. باللهجه العراقيه يعني نسمي شو يسموها الجلوبات او الضوء ثريات تعرف بالثريات تكون عباره عن كريستالات او ما شابه ذلك معلقه في السقف وتعطي الاضاءه فنسميها ثريات احنا بالعراقي ما اعرف اذا حضرتك عراقيه او لا فتزهو تلمع فان شاء الله تكون مشاركتك اليوم تلمع ايضا في جوابك صح. نبدا معك المسابقه بسؤال يقول كلمه انسكلوبيديا تعني دائره المعارف فما هو اصل هذه الكلمه؟ فارسي يوناني ولا لاتيني؟ بدا الوقت معك ب 30 ثانيه. ابتعدي عن التلفزيون عفوا ثريا. اوكي. اسمعيني بالتليفون وعندك 9 دقائق اقل 9 ثواني عفوا. اعطيني جواب نهائي. اختار فارسي. فارسي جواب نهائي مع ضمن الوقت ممتاز شكرا على التزامك بالوقت. طيب يا ثريا اعطيتيني فارسي. الانسيكلوبيديا تعني التربية الكاملة ولكن ليس ضمن يعني مو أصلها فارسي إنما لاتيني هو أصل هذه الكلمة لاتيني. يلا إن شاء الله الأسبوع الجاي. شكرا ثريا على الاتصال وأيضا كان هناك يعني صوت التلفزيون كثير المتسابقين يسمعونا من التلفزيون في نفس الوقت ومع التليفون فراح يكون اكو تاخر او تاخير او ديلي كما يقال بالانجليزي فيفضل ان الشخص المتصل والمتسابق او المتسابقه تسمعنا من التليفون بالصوت وممكن تقرا السؤال على الشاشه بشكل طبيعي فيفضل انه ويجب انه يبتعدون عن التلفزيون او ينصونا يوطونا صوت التلفزيون حتى يستمعون ويركزون معنا على الهاتف. حسام من كندا مساء الخير حسام. الو حسام. الو مساء النور. مساء الانوار. يا هلا بحسام شلونك عزيزي؟ الحمد لله منور منور. منور بوجودك شكرا لك شلون الصحة ان شاء الله تمام؟ الحمد لله الله يسلمك رامي. الله يخليك حسام. يلا يا حسام نبدا معك المسابقة ان شاء الله اليوم. ان شاء الله نبدي. يلا نتمنى لك الحظ السعيد. نبدا معك المسابقة اذا بسؤال يقول أين تقع جزر جامايكا؟
في جنوب كوبا في البرازيل ولا في الأورغواي؟ وبدأ الوقت معك بثلاثين ثانية. والله اختار شاي بالكوبا إن شاء الله. كوبا جواب نهائي. جواب نهائي حسام؟ نهائي. جواب نهائي وكوبا برأيك هو الجواب الصحيح. جزر جامايكا تقع في كوبا وهو الجواب الصح بالفعل. ممتاز حسام، مبدئيا عبرنا السؤال الأول. تمام، ننتقل إلى السؤال الثاني حسام. ماشي. السؤال الثاني يقول: واحدة من هذه الدول تعتبر الأكثر فوزا في مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم، البرازيل ولا الأرجنتين ولا تشيلي؟ بدأ الوقت معك حسام. لا قصدك رامي كأس العالم؟ لا، مسابقة كوبا أمريكا. مو كأس العالم، كوبا أمريكا إن شاء الله. الأرجنتين جواب نهائي. نهائي. جواب نهائي، والأرجنتين برأيك هي أكثر الفرق فوزا بهذه البطولة، بطولة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تعرف أيضا أو التي عرفت باسم كوبا أمريكا في عام 1975، منذ عام 1975. والأرجنتين فازت ب 15 لقب من عام 1910 إلى عام 1993، يعني ضمن هذه الفترة 15 لقب، بذلك تكون هي الدولة الأكثر فوزا في إطار هذه البطولة. ممتاز حسام، ما شاء الله على معلوماتك. ننتقل معك إلى السؤال الثالث. أذكرك. شكرا رامي، ماشي. إن شاء الله، إذا كان السؤال صعب، إذا ما كنت متأكد بإمكانك تغيير السؤال، لكن إذا كنت متأكد تعطيني جواب. اتفقنا حسام؟ ماشي رامي. يلا، السؤال الثالث والأخير يقول: أين تقع جبال أطلس؟ الاختيارات: أقصى شمال الولايات المتحدة، ولا أقصى جنوب أستراليا، ولا في أقصى شمال غرب إفريقيا؟ وبدأ الوقت معك. أبدل السؤال رامي. نبدل السؤال وعين العقل. ممتاز، لو نعطيك الفرصة للإجابة حسام، شو راح تجاوب؟ والله نعي ضربة حظ، اختار شمال غرب إفريقيا. شمال غرب إفريقيا وأطلس. لو اختاريت شمال غرب إفريقيا يا حسام كنت متأهل اليوم وتفوز معنا إن شاء الله، لأنه هو الجواب الصح. يلا ممتاز، على كل حال انه شيء جيد انه تبدلت السؤال لانه ما كنت متاكد، فهذا شيء جيد. اذا السؤال الرابع او السؤال البديل يقول: ما هو الموطن الاصلي للباذنجان؟ منغوليا، الهند، ولا بلغاريا؟ وبدا الوقت معك. رامي أثبت على بلغاريا. بلغاريا جواب نهائي. نهائي. جواب نهائي، وبلغاريا برأيك هو الجواب؟ لأن ما أعتقد لا منغوليا ولا هند. طيب، جواب نهائي إنه بلغاريا برأيك هو الموطن الأصلي للباذنجان. أول شيء تحب الباذنجان؟ إي رامي تحبها؟ إي وبارحة سويت. البارحة سويت. طيب، بعد كل ما راح نسوي الباذنجان ممكن راح تتذكر السؤال هذا، لأن الجواب للأسف خطأ حسام. الجواب الصح هو الهند، هو مصدر أو موطن الأصلي للباذنجان وهو الجواب الصحيح. للأسف حسام كنت معنا إلى المرحلة الأخيرة. يعني الصراحة الهند ما كانت على البال. ما كانت على البال. يلا، معلومة جديدة إن شاء الله يعني تعرفت عليها حسام. يلا، على كل حال إن شاء الله الأسبوع الجاي. ها، شكرا لك حسام على اتصالك، ونحييك على معلوماتك القيمة حقيقة، وأكيد احنا سعداء بها، واتمنى تتواصل معنا في الأسابيع المقبلة إن شاء الله. يا رب يحالفك الحظ بالفوز معنا بالهدايا المقدمة في البرنامج. ونأخذ اتصال هذه المرة من شيكاغو، وننتقل إلى شيكاغو. وعلاء، مساء الخير. علاء. علاء. ألو، مرحبا. مرحبتين، شلون الصحة علاء؟ الله يخليك حبيبي، شلون صحيح؟ يا هلا بيك علاء. يلا علاء، نبدا معك المسابقه ان شاء الله. اي نعم، يلا ان شاء الله. يلا ممتاز. السؤال الاول علاء يقول: اين او من اين اقتبست مسرحيه سيدتي الجميله؟ الاختيارات هي كالتالي: من جورج بناتشو، او من رباعيات الخيام، او من قصه للاديبه الانجليزيه
إيميلي برونتي وبدأ الوقت معك بالثلاثين ثانية. أوكي. سيدتي الجميلة كانت مسرحية أيضا من بطولة فؤاد المهندس والشويكار مثل ما تعرف. نعم نعم نعم. أعطيني جواب لأن الوقت بدأ ينفذ. رباعيات. أعطيني جواب، الوقت راح يخلص. على بالنص جواب النص جورج. خلص الوقت على وجاوبنا قلنا جواب النص يعني مع انتهاء الوقت. بالضبط قلنا جورج برنارد شو. جورج برنارد شو كان الدابوع قدامي على التلفزيون عندي فري، عندي 3 ثواني باقي. طيب أنا أطلب من الزميل المخرج أنه يحدد الموقف، شو رأيك؟ عندك يعني صارت هاي نفس الشغلة مع العقيل من شيكاغو، نفس الشيء صارت وياه. طيب أحب بس أتأكد لأنه ظاهر في خطأ أو خلل بالموضوع، زميلنا المخرج ياريت توضح لي لأن أنا قدام التلفزيون. طيب ده يقول المخرج أنه في ديلي بالموضوع أو تأخير، فما أعرف شنو العمل أو هل القاعدة صحيحة أو أنه جاوب بشكل صحيح. فالمخرج ده يقول راح نحسب الموضوع، فإذا بهالحالة نطلب من عقيل أيضا لأنه ظاهر في ديلي بالموضوع، ما أعرف شنو حقيقة التقنية والمسألة، لكن علاء راح نحسب لك الجواب، جواب صح. وعقيل نتمنى أنه ترجع تخابر، ما كنت أعرف بالموضوع حقيقة أنه في ديلي أو ربما تأخر تطلع عندك الجواب ما شابه ذلك، ما متأكد شنو السبب. فأتمنى من عقيل أيضا أنه يرجع يخابر. عقيل راح تخابر ان شاء الله وراح يكون عندك سؤال محتسب. راح يكون عقيل جاوب هو بس يعني جاوب كان عنده وقت. طيب لانه ما اعرف احنا انا عندي بالاستوديو الوقت ده يخلص، بس ما اعرف عندكم بالبيت وما اعرف يعني اذا اكو فرق الوقت او يعني يلعب دور الموضوع. نعم. فعلى كل احنا ايش راح نسوي؟ راح يعني نحسب لك الجواب، وعقيل ان شاء الله اذا حصل راح نحسب له الجواب الاول كان صحيح بالفعل، وراح نكمل معه من السؤال الثاني. فهذه الملاحظه جيده انه تعرفنا عليها. يلا علاء شكرا لك انه وضحتنا المساله اكيد، ونبدا معك السؤال الثاني. اذا السؤال الثاني يقول يلا ما هي الجيوكاندا؟ ما هي الجيوكاندا؟ هل هي فيلم مصري ولا روايه للكاتبه اجاثا كريستي ولا الاسم الثاني للوحة الموناليزا؟ وبدأ الوقت معك. الجيوكاندا. اسمعنا من التليفون علاء حتى نضبط الوقت بالضبط. الاسم الثاني للوحة الموناليزا. جواب نهائي. جواب نهائي. الجواب الثالث. نعم. طيب جواب نهائي إذن الاسم الثالث ل الموناليزا والجيوكاندا. نعم. يلا ان شاء الله. وبالفعل هو الجواب الصح. عقيل عفوا علاء، همدا ارجع على عقيل، بالي يمه حقيقه. علاء جوابك صح، الجيوكاندا هي بالي يم عقيل. هي لوحه للفنان العبقري ليوناردو دافنشي، اشهر لوحه في العالم، أطلق عليها أيضا اسم الجيوكاندا، وذلك لأن الموناليزا كانت قد تزوجت من فرانسيسكو جيوكاندا فأصبحت تحمل اسمه. ممتاز علاء ما شاء الله عليك. السؤال الثالث والأخير إذن. ها يا الله يلا يا رب يكون سهل، وأذكرك أنه بإمكانك تبديل السؤال لو كان صعب. اتفقنا؟ يا الله. السؤال الثالث والأخير يقول أين أقيمت البطولة التاسعة لكأس العالم لكرة القدم؟ في تشيلي، الأرجنتين، ولا في المكسيك؟ وبدأ الوقت معك علاء. بدأ الوقت معك علاء. المكسيك. المكسيك جواب نهائي. نعم. جواب نهائي. نعم كانت 1970 اتذكر. جواب نهائي اذا، وباقي لنا 5 ثواني واعطيتني جواب نهائي. جواب نهائي. وكنت في شنو؟ كنت حضرتك في السؤال الثالث والاخير، كان بامكانك تبديل السؤال. البطوله التاسعه نقصد بها اللي حصلت في عام 1962.
فازت البرازيل في المباراة النهائية على تشيكوسلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وأقيمت هذه البطولة على تشيلي، كانت الدولة الأولى في تشيلي، صحيح في تشيلي، للأسف على بس تشيلي كانت الدولة اللي استضافت البطولة أول مرة، التاسعة، البطولة التاسعة، البطولة التاسعة على يلا يا علاء، إن شاء الله الأسبوع الجاي، للأسف كان عندك وقت وكان عندك فرصة لتبديل السؤال، بد. يلا الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا لك علاء على على مشاركتك، شكرا. أكيد شكرا جزيلا وحظ سعيد إن شاء الله في الأسبوع المقبل. مرة أخرى فقط يعني لو كان أكو إمكانية أن الزملاء يتصلون بعقيل أو يطلعوا الرقم أو عقيل يرجع يتصل مرة أخرى، الظاهر كانت مسألة يعني غير مقصودة حقيقة، لأنه عدنا في الاستوديو، أنا عندي شخصيا في الاستوديو يظهر الوقت والعداد بالتمام والكمال، لكن يبدو أنه هناك تأخر، أنه يعني في ما أعرف إذا كان أكون مشكلة في أو ليست مشكلة، إنما مسألة متعلقة ببعد المسافات أو باختلاف الوقت. على كل حال فعقيل إن شاء الله إذا حاولت أو قدرت أنه تحصلنا إن شاء الله يا رب، راح نحسب لك السؤال الثاني والثالث. فعقيل ارجع خابرنا يا ريت، وان شاء الله اذا ما قدرت الاسبوع ايضا الاسبوع المقبل راح نحسب لك من السؤال الثاني ان شاء الله، فراح يكون قدامك بس سؤالين للاجابه والفوز معنا باذن الله تعالى. اذا عقيل كان معنا وعلاء ايضا كان معنا، كان عندهم نفس المشكله وان شاء الله تضحت المساله. ننتقل الى اتصال اخر ومشاركه اخرى ومتسابق جديد. الو مساء الخير الهام من ميشيغان. مساء الخير الهام. مساء الخير، شلونك؟ اهلا الحمد لله، شلونك انت؟ الحمد لله الله يخليك. اهلا وسهلا الهام، يلا الهام ان شاء الله يكون تكون الاسئله سهله عليك ان شاء الله يا رب اليوم. الله الله كريم. ونبدا معك المسابقه بسؤال يقول: متى بدا فعليا العمل في حفر قناه السويس؟ عام 1859 ولا عام 1890 ولا في عام 1910؟ بدا الوقت معك الهام. ثالث واحد 1859. جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي و 1859. لما بدأوا العمل في حف يعني لا. في ح... نعم. 1900. طيب أنت أعطيتينا 1859 وانتهى الوقت أيضا أو وقفوا الوقت لأنه احتسبوا الوقت، جوابك كان 1859 وابقي عليه لأنه هو جواب الصح. لا تغيري. 1859 هو الجواب الصحيح الهام، ممتاز. فقط كنت حابب أقول أنه لما بدأوا العمل في حفر القناة هذه جهود بشرية وصلت إلى مليون شخص. على كل حال ننتقل معك إلى السؤال الثاني، ويقول السؤال: متى تم تدشين تدشين أطول جسر في العالم، وهو جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو؟ عام 1933 ولا عام 1945 ولا عام 1950؟ بدأ الوقت معك الهام. جولدن جيت. الاختيار الثاني اللي هو 1945. 45. جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي، وبرأيك هو 1945 الهام. الجسر هذا يبلغ طوله 2725 متر، يقع في مدينة سان فرانسيسكو، وتم تدشينه كأطول جسر في العالم عام 1933. الاختيار هو خاطئ للأسف. إن شاء الله الهام الأسبوع الجاي. شكرا لك على المشاركة والاتصال الهام. إذا نعود مرة أخرى إلى برنامج، يعني إلى هذه المسابقة، أو نبقى في المسابقة بتعبير أصح وأدق، ومع الأسئلة والمعلومات الشيقة والمنوعة والممتعة إن شاء الله والمفيدة أيضا. ودائما رقم الهاتف موجود أسفل الشاشة للاتصال والمشاركة. ومعنا أم طلال من كندا. مساء الخير أم طلال. مساء النور. مساء الأنوار. يا ريت تنصينا صوت التلفزيون أم طلال أول شيء. أصلاً منصي. شلونك الحمد لله. الحمد لله الله يخليك. انت شلون ان شاء الله؟ زينه
الحمد لله ماشي الحمد لله. إن شاء الله إن شاء الله دائما الصحة والعافية. يلا أم طلال الله يسلمك الجميع إن شاء الله عزيز. إن شاء الله نبدأ معك المسابقة وعندك ثلاث أسئلة وأتمنى تلتزمين بالوقت تمام أم طلال بثلاثين ثانية إن شاء الله. نعم نعم. يلا نبدأ معك المسابقة بسؤال يقول ما هي أكبر حديقة حيوان في العالم؟ هل هي أو أين تقع بتعبير آخر يعني أين تقع أكبر حديقة حيوان في العالم؟ في لندن ولا في باريس ولا في بكين؟ بدأ الوقت معك. بكين سؤال الثالث. بكين الاختيار الثالث جواب نهائي أم طلال؟ أي نعم جواب نهائي. وبكين تعتقدين أنه تقع فيها أكبر حديقة حيوان في العالم لكن للأسف الشديد أم طلال في لندن. يعني دا أقول لندن قلتي بكين هم أي دا أقول لندن هم خربطوني. منو هم؟ هنا قاعدين يمش قاعد أي دا أقول لندن قال لي هذا هم قالوا ليش بكين. يلا تحياتنا لهم إن شاء الله الأسبوع الجاي تعتمدين على رأيك. شكرا على الاتصال. شكرا. إذن أكبر وأشهر حدائق الحيوان موجودة في لندن أنشئت عام 1826 فيها 9000 نوع من الحيوانات وتقريبا هناك إحصائية تقول مليون زائر سنويا في يزور هذه الحديقة. أما أكبر الحدائق الطبيعية في العالم تقع في ألبرتا بكندا تأسست عام 1922 وتدعى بوود بافالو وتبلغ مساحتها 45480 كيلو متر مربع كأكبر حديقة طبيعية. أما حديقة الحيوان التي أشرنا إليها كأكبر حديقة الحيوانات موجودة في لندن عاصمة المملكة المتحدة. رجع عقيل. عقيل مساء الخير. عقيل مرحبا. مرحب يا عقيل شلون صحة؟ والله يا أخي رامي انت دعيت بحق المظلومين حتى لو ما أربح ما لازم. لا بالعكس بالعكس أنا آسف أنه يعني ما كانت مقصودة إطلاقا مثل ما وضحت يعني. والله تسلم. الله يخليك. احنا نشكرك على اتصالك ونحييك وأكيد احنا نحاول أنه كل المشاهدين يعني يخرجوا من المسابقة والابتسامة على وجوههم سواء ربحوا أو خسروا. يلا يا عقيل احنا نحييك على اتصالك مرة أخرى وشكرا على اتصالك وراح نحسب لك من السؤال الثاني تمام؟ نعم. يلا نبدأ معك السؤال الثاني عقيل والذي يقول قبر الملك موزولوس بتركيا يعتبر واحد من عجائب الدنيا السبعة القديمة ولا واحد من عجائب الدنيا السبعة الحديثة ولا لا أهمية له تذكر؟ بدأ الوقت معك بثلاثين ثانية عقيل. أهمية 19 ثانية تقريبا عقيل. من ثواني عقيل سبعة. جواب نهاية عقيل. الثاني جواب الثاني واحدة من عجائب الدنيا السبعة الحديثة برأيك هو قبر الملك موزولوس بتركيا يعتبر لكن للأسف هو صح جزءا منه لكن القديمة وليست الحديثة. تعرف أنه أكو عجائب دنيا سبعة حديثة صارت أو في إحصائية أو في مؤخرا تم اختيارها لكن عجائب دنيا القديمة معروفة وواحد منها هو قبر الملك موزولوس بتركيا. إن شاء الله أسبوع الجاي عقيل. شكرا جزيلا. شكرا على اتصالك ونحييك وأكيد ونعتذر من عندك مرة أخرى على سوء التفاهم اللي حصل. إذن فقط معلومات سريعة على قبر الملك موزولوس بتركيا. كان هذا الملك ملك يحب البذخ والترف ويعيش حياة مليئة يعني البذخ الكبير بشكل فظيع فشيد لنفسه هذا الملك ضريح وعلى اعتبار أنه يعني يرى حتى أنه بعد ما يموت أو يكون في هذا المكان ويجب أن يكون مكانا فخما فكان بالفعل ضريحا فخما تناسب مع مكانته وسرعان ما اعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبعة القديمة بسبب الضخامة والنقوش الباهظة الثمن موجودة عليه وزخارفها التي تتسم بالبذخ والعظمة وأطلق على هذا البناء في ذلك الوقت الموزوليوم
وفي العصر الروماني تحولت كلمة موزول إلى ضريح، يعني تم الإشارة إليها بأنها مقبرة الفخمة، المقبرة الضخمة. وحتى في يعني ضريح في اللغة العربية يعني تمد أو معناها مستمد من هذه الكلمة. إذا كانت هذه بعض المعلومات السريعة حول قبر الملك موزولوس في تركيا. وبالتأكيد المسابقة جميلة ورائعة اليوم، دافئة بهذه المشاعر الحلوة والجميلة من قبل مشاهدينا والمتسابقين والمتصلين الذين دائما يتابعونا ودائما يتصلون ويشاركون ويؤازرون هذه البرامج التي دائما تهدف إلى إفادتهم ورسم البسمة على وجوههم. أم علي من نيويورك، مساء الخير أم علي. أم علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الصحة؟ الحمد لله. أهلا وسهلا بيك أم علي. إذن عندك 30 ثانية على كل سؤال وثلاث أسئلة للإجابة وللربح بجائزة البرنامج، إن شاء الله تكونين الفائز اليوم معنا. السؤال الأول أم علي يقول: في عام من هذه الأعوام تولى وينستون تشرشل رئاسة الوزراء، 1940 1939 ولا 1935؟ الوقت بدأ معك. 1940. جواب نهائي. ايوه جواب نهائي 1940. وينستون تشرشل تولى رئاسة الوزراء خلفا لتشامبليون لمواجهة او لتشامبرلين لمواجهة هتلر، وكان ذلك عام 1940. جواب صح. ننتقل الى السؤال الثاني أم علي. يقول السؤال الثاني: أين يصب نهر كولومبيا وكم أو أين يصب نهر كولومبيا فقط، ولا يعني ما راح نحسب طوله لأنه راح يكون باعتبار سؤالين. أين يصب نهر كولومبيا؟ في المحيط الهندي ولا المحيط المتجمد الشمالي ولا المحيط الهادئ؟ بدأ الوقت معك. المحيط الهادئ. جواب نهائي. أيوة. جواب نهائي والمحيط الهادئ أو الهادي برأيك هو الجواب الصح. من حيث الحجم يعني يعتبر نهر كولومبيا هو الرابع في الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر الأنهار التي تصب في المحيط الهادئ، وهو جواب الصح بالفعل. وانحدار هذا النهر حاد نسبيا، لذلك يعتبر من أفضل الأنهر لتوليد الطاقة الكهربائية، لذلك نجد عليه تم بناء 4 سدود ويساهم في توليد الطاقة الكهربائية بشكل أكثر من أي نهر آخر في أمريكا الشمالية. ممتاز أم علي، حضرتك جاوبتي على سؤالين. ننتقل معك إلى السؤال الثالث والأخير، وأذكرك بإمكانية تبديل السؤال أم علي. السؤال الثالث يقول: من هو صاحب كتاب عجائب العالم سجل فيه رحلاته واستكشافاته في البحار؟ هل هو ماركو بولو ولا ماجلان ولا الأدريسي؟ بدأ الوقت معكم علي. الأول اللي هو ماركو بولو. الأول ماركو بولو موجود على الشاشة، تقصدي ماركو بولو؟ نعم. جواب نهائي. جواب نهائي. إذن مارك بولو برأيك هو صاحب هذا الكتاب. مش قد متأكد أم علي من جوابك؟ مش قد نسبة تأكدك؟ ها أم علي؟ ها؟ مش قد تعطينا نسبة تأكدك يعني؟ 50%، 60%، 100%؟ 50%. عفوا، 50% هي نسبة تأكدك؟ إيه. وكان عندك إمكانية تبديل السؤال صحيح؟ ايه. ما بدلتي؟ شنو السبب ما بدلتي أم علي؟ لا ما بدلت. هو زين سويتي ما بدلتي. الجواب صح بالفعل، ماركو بولو هو الجواب الصحيح. ممتاز، ألف مبروك أم علي، حضرتك مبدئيا الفائزة معانا الأولى في الحلقة. ألف مبروك وشكرا على الاتصال. يا ريت تبقين لحد نهاية الحلقة، يعني لو كان هناك
أكثر من فائز، سنجري القرعة إذ كنت أنت الفائزة الوحيدة، فإن شاء الله تكونين الفائزة والرابحة معنا. شكرا جزيلا وألف مبروك مرة أخرى على جوابك على ثلاث أسئلة. شكرا لكم علي مرة أخرى. إذن قبل أن ننتقل إلى محمود من تينيسي، فقط معلومات سريعة عن ماركو بولو. كان هو ووالده وجده أول الغربيين الذين سلكوا طريق الحرير إلى الصين، والتي أطلقوا عليها اسم كاثاي. كانت أيضا له علاقات دبلوماسية مع خان أو مع قوبلاي خان، كان هو أيضا أكبر ملوك إمبراطورية المغول، وكان حفيد جنكيز خان، وكان قد دون كل رحلاته وكل تفاصيل رحلاته إلى أي مكان يذهب إليه، كان يدونها في كتاب عجائب العالم، أعطاه هذا الاسم وأصبح من الكتب المشهورة في أوروبا. محمود من تينيسي، مساء الخير محمود. ألو، مساء النور، كيف حالك؟ رمضان كريم. رمضان كريم عليك إن شاء الله وعلى الأجمع، يعني على كل المشاهدين اللي يتابعون البرنامج ولكل الناس إن شاء الله. محمود، هذه لي المرة الثالثة وأنا شارك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. بس أتمنى أطلب من عندك طلب محمود، عفوا ابتعد عن التلفزيون، اسمعنا من الهاتف لو سمحت. الحين تمام؟ تمام، يلا ممتاز. يلا محمود، نتمنى لك الحظ السعيد إن شاء الله اليوم. السؤال إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. السؤال الأول يقول: ماذا كانت أولى روايات نجيب محفوظ؟ ما هي؟ هل كانت رواية بين القصرين، ولا الكرنك، ولا عبث الأقدار؟ وبدأ الوقت معك محمود. أعتقد الكرنك. جواب نهائي. متأكد. متأكد، جواب نهائي إذن. والكرنك برأيك هي أولى روايات نجيب محفوظ، هذا الأديب العالمي اللي للأسف توفي في عام 2006 إثر قرحة نازفة، خسارة كان للأدب العربي بشكل عام. إذن الكرنك جواب صح، كانت أولى الروايات التي قدمها نجيب محفوظ. ننتقل معك إلى السؤال الثاني محمود. الاسم الحقيقي للخنساء شاعرة العرب هو: تماظر بنت عمرو، فاطمة بنت عمرو، ولا أروى بنت عمرو؟ بدأ الوقت معك محمود. تماظر بنت عمرو. جواب نهائي. تماظر بنت عمرو. جواب نهائي. 50-50. لازم تعطيني جواب نهائي، تقول لي خلص جواب نهائي مثبت عليه حتى نحسب لك إياه. إن شاء الله تماظر بنت عمرو. إذن تماظر بنت عمرو برأيك هو الجواب الصح، كانت شاعرة رثاء في عصر الجاهلية وتسكن في نجد، ولقبت بهذا الاسم بسبب ارتفاع أرنبتي أنفها، والجواب هو تماظر بنت عمرو، وجواب صح بالفعل. وننتقل معك إلى السؤال الثالث محمود. إن شاء الله سؤال بسيط. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. أذكرك اليوم محمود أنه بإمكانك تبديل السؤال في هذه المرحلة، فإذا كان السؤال صعب بإمكانك تبديله، تمام؟ اتفقنا؟ خلاص أوكي. يلا إن شاء الله خير. السؤال الثالث والأخير يقول: ترجمت روايات أجاثا كريستي إلى 103 لغة، ولا 107 لغة، ولا 110؟ بدأ الوقت معك محمود. هذا السؤال والله بيني وبينك عجيب غريب. أكيد نغيره، خلاص عين العقل، غير السؤال لمحمود، ولكن أعطينا جواب إذا خيرناك تختار واحد من هذه الاختيارات، شرح تختار؟ مية وثلاثة. هذا كان اختيارك، لو اخترت هذا الاختيار محمود كان جوابك صح. 103 هو الجواب الصح. إذن السؤال البديل لمحمود يقول: ما اسم أعلى الهضاب الإفريقية والتي ينبع منها روافد النيل؟ الصوبات، عطبرة، والنيل الأزرق. هل هي هضبة إثيوبيا، هضبة السودان، ولا هضبة موريتانيا؟ بدأ الوقت معك محمود. أعتقد هضبة السودان. أعطيني جواب نهائي، في عندك 22 ثانية. أقدر أغيره ولا لا؟ لا خلاص، هذا لازم تعطيني جواب.
وكل على هضبه السودان. جواب نهائي ان شاء الله. جواب نهائي وهضبه السودان برايك هو او هي الهضبه التي تنبع منها روافد نهر النيل الصوبات وعطبره والنيل الازرق؟ للاسف الشديد الجواب خطا. الجواب الصحيح هو هضبه اثيوبيا. محمود هضبة إثيوبيا. يلا إن شاء الله الأسبوع الجاي محمود تتصل وتفوز معانا إن شاء الله يا رب. خلاص خير إن شاء الله الأسبوع الجاي وأهم شيء رمضان كريم. رمضان كريم عليك. شكرا جزيلا على مشاركتك يا رب. شكرا مرة أخرى. أبو نجم من ميشيغان مساء الخير. أبو نجم. مساء النور. أنا وسهلا. يا أهلا بك أبو نجم. ما نعرف يعني ابنك اسم على مسمى هو نجم في حياته ولا لا؟ لا هو ابني الوحيد. هو ابنك الوحيد إن شاء الله يكون نجم هو في حياته صحيح؟ أي أنا حبيت يسموني أبو نجم. أها ممتاز ممتاز. يلا إن شاء الله يا رب يخلي لك إياه وإن شاء الله يا رب تكونوا متهنين في حياتكم. الله يخليك. إذا نبدأ معك الأسئلة أبو نجم بسؤال يقول: متى نجحت أولى بعثة أو أول بعثة في بلوغ قمة أفرست؟ 1953 1959 ولا 1965؟ ونصينا صوت التلفزيون لو سمحت وبدأ الوقت معك. أخير واحد اللي هو 1953 موجود على الشاشة. 53 أنا قريتها بالعكس يمكن. 1953 جواب نهائي أبو نجم. نعم طيب جواب نهائي 1953. جواب نهائي ممتاز. في 29 مايو عام 1953 هو الجواب الصح. بالفعل كان في هذه السنة في هذا التاريخ كانت أول بعثة نجحت في يعني بلوغ قمة أفرست. وعلى فكرة كان يسمى أيضا هذه سميت هذه القمة بقمة السير جورج أفرست. وسكان التبت يطلقون على هذا الجبل اسم شومو لونجما. ممتاز جوابك صح. وننتقل معك إلى السؤال الثاني أبو نجم إن شاء الله. يقول السؤال الثاني: أين يصب نهر الجانج؟ في خليج البنغال، في بحر الصين، ولا في بحر تايوان؟ بدأ الوقت معك بثلاثين ثانية. بحر الصين. في بحر الصين جواب نهائي. جواب نهائي. جواب نهائي وفي بحر الصين. تعتقد أنه هو الجواب الصح. على فكرة هذا النهر هو يعني الأطول تقريبا مرتبة الخامس عشر في آسيا بشكل عام والتاسع والثلاثين في العالم. هذا من حيث الطول. ويصب أبو نجم في خليج البنغال وليس في بحر الصين. وهو من الأنهر المقدسة بالنسبة للهندوس ودائما يعني يحجون إلى في كثير من الأضرحة والمزارات في هذا المكان وعلى هذا النهر ويقدسه الهندوس. يلا للأسف يعني أبو نجم كان جوابك خطأ. إن شاء الله يا رب أسبوع الجاي يكون عندك مسابقة أفضل ويكون عندك مشاركة تتكلل بالنجاح إن شاء الله يا رب. شكرا شكرا أبو نجم. إذن أبو أمير من شيكاغو. أبو أمير ألو مرحبا. مرحبتين أبو أمير. شلون الصحة؟ الله يخليك. شلون صحتك؟ يا هلا بيك أبو أمير. أول مرة شاركنا يمكن. يلا نبلش بالمسابقة. أكيد بس حضرتك أول مرة شاركنا. نعم نعم يا أهلا وسهلا بيك. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق. نبدأ المسابقة. نعم أول مشاركة. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نبدأ معك المسابقة بسؤال يقول: ما هي عاصمة غانا؟ عاصمة غانا هل هي أكرا ولا بكرا ولا سومطرة؟ بدأ الوقت معك بثلاثين ثانية. عاصمة نعم. أكرا الجواب الأول. أكرا الجواب الأول. جواب نهائي. نعم جواب نهائي. ممتاز. نعم نعم جواب نهائي أكرا. وسمعت يمكن واحد من اللي حواليك يقول لك سومطرة.
صح؟ أخويا أخويا أخوك قال لك سومطرة؟ هم زين ما سمعت كلامه أبو أمير. الجواب الصح هو أكرة. صحيح جوابك صحيح، أكرة هو الجواب الصح. وننتقل معك إلى السؤال الثاني واللي يقول إن شاء الله: متى تم اكتشاف القطب الشمالي؟ 1809، 1909 ولا 1920؟ القطب الشمالي. خمسة عشر ثانية. 1909. جواب نهائي. 1909. نعم إن شاء الله جواب نهائي. جواب نهائي و 1909 وجوابك صح بالفعل أبو أمير، ممتاز ما شاء الله عليك. إذن السؤال الثالث والأخير في هذه المرحلة، بإمكانك تبديل السؤال، فإذا كان السؤال صعب ما كنت متأكد بإمكانك تبديل السؤال. نعم ملاحظ البرنامج اليوم. يلا ممتاز. السؤال الثالث والأخير يقول: ما هي الدول التي أسست منظمة الأوبك؟ أو بالأحرى ما عدد الدول؟ كم عدد الدول؟ 4 دول ولا 5 دول ولا 6 دول؟ الوقت معك أبو أمير. ممكن أغير السؤال؟ أكيد ممكن نغير السؤال وعين العقل. بشنو شاكك؟ بأي رقم؟ كم دولة برأيك؟ عفوا والله شاك برقم 5. برقم 5. لو معطينا رقم 5 كان جوابك صح بالفعل. 5 دول كانت السعودية، العراق، الكويت، وفنزويلا، وإيران. حاليا انا سامع عن منظمه الاوبك. 5. صحيح صحيح 5 دول. حاليا هي 11 دوله ومقرها في فيينا، وتاسست في عام 1960. اول مؤتمر للمنظمه هذه عقد في بغداد. ممتاز، لكن تبديلك سؤال كان شيء يعني منطقي لانه ما كان عندك المعلومه ربما في حول عدد الدول. اذا السؤال البديل يعني كنت شويه غلط. نعم السؤال البديل إن شاء الله يكون سهل. يقول السؤال: ما هو العنصر الأساسي الموجود في الشمس؟ هل هو الهيدروجين، النيتروجين ولا الليثيوم؟ بدأ الوقت معك أبو أمير. الهيدروجين. جواب نهائي. نعم جواب نهائي. إذن الهيدروجين برأيك هي أو هو العنصر الأساسي الموجود في الشمس. إش قد يعني تعطيني نسبة تأكدك أبو أمير؟ تقريبا أعطيك نسبة 99% لأن أتذكرها لما أخذها ندرس الفيزياء وشغلات 99% ما شاء الله عليك. 75% من إجمالي كتلة الشمس هي الهيدروجين. جوابك صح بالفعل، وحضرتك أيضا فزت معانا اليوم في المسابقة أبو أمير. ألف مبروك وشكرا لك على اتصالك. أكيد أتمنى تبقى معانا حتى نهاية الحلقة حتى نجري القرعة في ختامها. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا على البرنامج الحلو. الله يخليك من ذوقك الحلو. شكرا على اتصالك ومشاركتك. إذا آخر اتصال في البرنامج إن شاء الله يكون يعني تكون أيضا المشاركة تكون فائزة أو فائز في البرنامج. معنا مبدئيا فائزين أم علي وأبو أمير، فازوا معنا مبدئيا اليوم في الحلقة، فأتمنى تكون المشاركة أيضا فيها فوز. ومعنا إيهاب من ميزوري. مساء الخير سيد إيهاب. أيوة معك. شلون الصحة؟ أيوة معك. أهلا وسهلا إيهاب، كيفك؟ أخبارك؟ طيب الحمد لله. يا أهلا وسهلا، إن شاء الله يا رب تكون اليوم موفق ومحظوظ معنا إن شاء الله. نبدأ معك المسابقة بسؤال يقول: أين يقع مقر البوليس الدولي الانتربول؟ أين يقع؟ هل يقع في لندن ولا في جنيف ولا في باريس؟ بدأ الوقت معك إيهاب. لندن. لندن جواب نهائي. جواب نهائي؟ أيوة جواب نهائي. في عندك وقت إيهاب 22 ثانية ولا خلص متأكد؟ جواب نهائي إيهاب؟
جواب نهائي. خلاص جواب نهائي ولندن برأيك هو الجواب الصحيح. الاسكوتلاند يارد هي شرطة لندن، الانتربول هي شرطة دولية أو البوليس الدولي تقع في باريس، مقر هذه المنظمة الدولية تقع في باريس. إيهاب يلا إن شاء الله الأسبوع الجاي، شكرا على اتصالك وحظ أوفر إن شاء الله يا رب. شكرا مرة أخرى. إذن معنا اليوم فائزين إن شاء الله $100 gift card مقدمة من تيم هورتون، ستذهب إلى أم علي أو أبو أمير، أم علي من نيويورك وأبو أمير من شيكاغو، وإن شاء الله إذا كان الفائز واحد من عندهم أكيد واحد من عندهم راح يتصل بينا بعد البرنامج حتى يعطينا العنوان الكامل ونبعث له الجيف كارد بأسرع وقت ممكن. إذن سنجري قرعة بسيطة وسهلة لإسمين فقط، كنا نتمنى أن يكون هناك أسماء كثر في الحلقة وللفائزين معنا. أكيد المسألة اللي حصلت اليوم في موضوع الوقت أعطتنا فكرة أوضح عن بعض الأمور اللي تحصل مع المتسابق، يعني خاصة في موضوع الوقت وأنه يشاهد السؤال على الشاشة، فإن شاء الله يا رب راح نحاول نعالجها بأسرع وقت ممكن. إذن سنجري القرعة الآن وزميلنا بسام، تفضل بسام. لابس أزرق اليوم بسام، فرحان يعني بسام يلوق للون الأزرق. يلا لو ما متزوج كنا نعلن أنه هو، بس هو متزوج للأسف يضحك. يلا الفائزين وأسماء اثنين، وإن شاء الله يا رب يعني نختار اسم ونشوف اسم الفائز اليوم. أم علي من نيويورك، أم علي هي الفائزة واللي فازت معنا. أم علي رجعت تستبينا مرة أخرى إن شاء الله يا رب حتى ناخذ عنوانك الكامل. وأبو أمير يعني نعتذر من عندك ونتمنى لك الحظ السعيد الأسبوع الجاي إن شاء الله يا رب. شكرا لكم على مشاهدتكم، شكرا على مشاركاتكم الطيبة والجميلة اللي تسعدنا دائما وتعطينا دفعا للأمام للاستمرار ولتقديم الأفضل إن شاء الله، لأنكم دائما تستحقون الأفضل. فبالتأكيد لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، تقبلوا تحياتي شخصيا، ودائما معكم في برامج متنوعة عبر شاشة الماس لأنها لكل الناس. إلى اللقاء. We'll be right back.